السويدي ده طول عمره بعرفينهم بنيه صغيره قوي، نوع اسمه الكراي ونوع اسمه ايه؟ هنتكلم عنهم بالتفصيل حالا. لو حتى بص على الرسمه، الرسمه دي كنا خدناها قبل كده لما كنا بنتكلم عن دي حاجه اسمها بايلوس فيشيس ايه؟ يونت. اصل هو كان بيقول لك ايه؟ ان الهير فوليكل ماسك فيها شويه حاجات، ماسك فيها سبيشيس جلاند ماشي، وماسك فيها اريكتور بايل ايه مصر، دخلنا احنا الكلام ده، وماسك فيها نوع من السويت اسمه هيبوكراي. يعني ايه؟ بص بس اللي بيفتح في الفوليكل اللي هي لونها ازرق دي مين؟ هيبوكراي. اما الكراي دي فتحه دايركت على سطح ايه؟ مبدئيا اول وادفه معلومه خالص عايزين بس نحطها في دماغنا ايه؟ ان الاكراين دي لوحدها بتفتح على سطح الجلد، اما الايبوكراين دي بتفتح ها في الهير فوليكل. خلاص. ويمكن عشان كده لما لسه واخدين الهيدرونايت السابيراتيفا كان قال لك ربطوها يعني بالموضوع، بس هو طلع ان هو مش في الايبوكراين ده في الفوليكل اتسل. خلاص كده. يبقى مبدئيا في اكراين بتفتح على سطح الجلد وهنتكلم عنها بالتفصيل، وفي ايبوكراين بتفتح في الفوليكل وهنتكلم عنها ايه بالتفصيل. خلاص. في بس كونتروفيرسي زي ما انتم شايفين كده، خناقه، في ناس قالوا ده في نوع ثالث اسمه ايبو اكراين. اسمه ايه؟ وهتلاقيه مكتوب في الكتب ايبو اكراين، يجمع بين خصائص ايه؟ الكلام ده طلع اسطوره، طلع ايه؟ طلع ان الكلام ده مش دقيق، هو يا اكراين يا ايه ها، ومفيش حاجه اسمها كده. حتى اخر كلمه خالص في المربع ده اللي هي بالبولد وتحتها خط تقول لك ايه؟ فيوم نو ايفيدنس اوف ايه اوف ايبوكراين جلاند، اللي هي الايبوكراين يعني مفيش دليل خالص. تعالوا بسرعه بقى نتكلم على الايكراين شويه وعلى الايبوكراين ايه شويه، ولما هنتكلم عنهم هنتكلم عنهم دايما بفكره كومباريزون، يعني دي تفرق ايه عن دي. اول فرق خدناه دي على سطح الجلد دي مين؟ مبدئيا عايز اقول لك حاجه، العرق العادي بتاعنا ده ايكراين، يعني اللي واخد الابر هاند مين؟ اللي هي في ايدك ووشك ورجلك كل حته دي، ده ايكراين. جزء صغير اسمه ايه؟ فدي خليها في الاول كده علشان ما انتهش. لما نتكلم على الايكراين عددها في الانسان من 1.5 ل 5 مليون، عدد رهيب جدا ماشي. 5 مليون تقريبا نفس عدد الفوليكل لو كان حد فاكر، لو كان حد فاكر يعني. طيب الديستريبيوشن، زمان انا كنت بقول للناس انجي مثلا وهي بتعمل ايه انجي كده، بتعمل ايه انجي؟ ها ماشي. كنا زمان لما بنتكلم على الديستريبيوشن بتاع حاجه بنقولها بثلاث طرق، نقول دي موجوده بكثره في المكان الفلاني، وموجوده بشكل عام في كذا وكذا وكذا، ومش موجوده في الحته الفلانيه. كل حاجه بجسمك كده، يعني اكتر مكان فيها فين؟ البلم والصوف. اللي مش عارف المعلومه دي يعرف اكتر مكان فيه غدد عرقيه اللي هي الاكراين العاديه دي، عشان كده اكتر مكان بيعرق، عشان كده اكتر مكان يجي فيه هايبر هيدروزس هو ايدك ورجلك، بطن ايدك بطن رجلك، بالاضافه للوش وخلاص. بس اناتوميكالي اكتر حتتين فيهم سويت جلاند اكراين، وانا بقول ايه ها؟ مين اللي هم؟ مين اللي هم؟ خش خش خش، مفيش فايده من الكلام اصلا، خش. اللي هم الاكراين في البالم والصوف، صح كده؟ طيب باقي جسمك كله فيه، جسمك كله بيعرق، الاسكان كله بيعرق، حتى هنا حاجات مثلا زرقاء او زرقاء كده تلاقي بتعرق عادي. لكن في حتت ما فيهاش بقى، احنا ما عندناش سويت جلاند بتاع بولي كراين فين؟ ها؟ قال لك مبدئيا كده حاجه اسمها كيوتينيوس جانكشن، يعني هنا ما فيش عرق، بتعرق هنا براحتك هنا ما تعرقش. الجلاند سبينس ما فيش، الليبيا مينورا مش عارف، الكليتوريس مش عارف، الايربن حتة اللي هي جانكشن منين؟ من الجلد والجلد، بس الغالبية العظمى عندنا السويت جلاند بنعرق، أكتر حتتين بيعرقوا إيه؟ وشوف التناقض بقى، البلم والصد ما فيهوش فوليكل، وبالتالي ما فيهوش إيه؟ إيبوكراين ولا إيبوكراين، يعني إيدك ورجلك دول بطن إيد ورجل غريب جدا، في أكتر كونسنتريشن من الإيكراين، وفي المقابل لا في فوليكل ولا في إيبوكراين ولا في سبيشيس جلاند. الحتة دي اتفهمت ولا ما اتفهمتش؟ طيب تعال ناخد معلومه كمان، ناخد معلومه ايه كمان. اي غده في الدنيا بتبقى جزئين، جزء مسؤول عن الافراز اسمه سيكريتوري كويل، وجزء
توصيف اسمه ده. حتى لما تبص على الصور هتلاقيهم كده في حته ملولوه كده على بعضها سواء هنا او هنا. دي اسمها السكريتوري ايه كويل، دي اللي مسؤوله عن افراز السويد. وبعد كده في قناه بتوصل. احنا بنتكلم في مين دلوقتي؟ في الاكرايل اللي هي لونها اصفر اللي هي لوحدها. انت معانا؟ يلا صفحه 211 بسرعه. السكريتوري كويل او السكريتوري بورشن يتميز بالاتي، ان اليومن بتاعه ضيق وفي نوعين من الخلايا هنشوفها في الصور دلوقتي. نوع اسمه دارك سيل ونوع لارج كلير سيل. يعني ايه؟ هتلاقي في خلايا كبيره وفاتحه ودي معناها هي دي اللي بتشتغل وبتفرز، وفي جزء دارك سيل عدد قليل وده معناها انها ان اكتف، انها ايه ان اكتف. ويقول لك السكريتوري كويل خلقه ربنا خدناها زمان حواليه حاجه اسمها مايو ايبيثيليال سيلز سموث ماسل موديفايد، بحيث تعمل ايه؟ بحيث تساعد دايما في ايه؟ في اخراج الاكسكريشن ده. وناخد بالنا من حاجه، كل الغدد كده في الدين سليفري جلاندي كل حاجه كده. يبقى السكريتوري كويل هنعرف عنه كلمتين، ان في نوعين من الخلايا كبيره وفاتحه ودي معناها انها اكتف، وشويه صغيرين دارك ربما يكونوا ريزرفوار مش عارفين لسه، وبعد كده حواليه مايو ايبيثيليال سيل. لما نيجي للدكت بقى، لو حد بص على الصوره اللي قصادها، الدكت شباب شباب شباب، الدكت بتاعت الاكراين دي اللي انا بتكلم عنها بتبقى طويله جدا. عارف ليه طويله جدا؟ هتقعد تمشي 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 لحد ما توصل لفين؟ ها هاي سطح الجلد. الثانيه طريقها مختصر شويه لانها هتخش في الفوليكل، صح كده؟ لكن دي طويله جدا زي ما انتم شايفين كده. وعشان هي طويله هم قسمينها اربع اجزاء. قسموها ايه؟ اربع اجزاء. قول له يا سلام اربع اجزاء. بص يا سيد، في جزء في الديرمس صح كده اسمه انترا ديرمال، وفي جزء في الابيديرمس نفسه اسمه انترا ابيديرمال صح، وفي جزء عند القمه خالص فوق ده بقى بيسموه اكروسرينجيوم. ودي كلمه اللي مش عارفها يا ريت يعرف ليه. ممكن ناس تركز معايا، الجزء اللي في الطرف خالص اسمه اكرو سيرينجيوم. اكرو يعني في الطرف، سيرينجيوم يعني سويت جلان. عشان كده عندنا مرض مشهور اسمه سيرينجوم اللي بيطلع من هنا الورم اسمه سيرينجوم. هما لما جم بصوا بس كمان لقوا الجزء الانترا ديرمال فيه جزء منه كويلد في الاول ملولو، ده غير الكويل نفسه، وبعدين جزء استريت. كله بص الغلب ده كله حاجات وصفيه. يعني ايه حاجات وصفيه؟ ركزوا معايا، انا هبص كده هلاقي السكريتري كويل اللي بيفرز، وبعدين الدكت. الدكت دي في جزء ملولو في الدرمس، وفي جزء استريت في الدرمس، وفي جزء عند الجنكشن، وفي جزء في الابيدرمس. كل ده مجرد اوصاف. انا بس يهمني ايه؟ ان الجزء اللي فوق ده ممكن يطلع منه ورم اسمه سيرينجوما، وبيسموه اكرو ايه؟ يعني طرف السويد كده. ماشي. كلمه اخيره برضو، لو حد بص في الصوره الجزء التيرمينال ده بيبقى كورك سكرو ملولو شويه، شايفينه في الصوره بيبقى ايه؟ كورك سكرو شويه ملولو كده. خلاص كل ده كلام فارغ جدا. انا لغايه كده انا خلصت خلاص الكلام الاساسي. بتوع الدكتوراه مثلا او اي حد شاطر يقول لك بص يا ابني السكريتوري كويل عباره عن انبوبه ملفوفه على نفسها، فلما اجي اقطعها تطلع دايره، والدكت انبوبه لما اجي اقطعها تطلع ايه. وانت لما تاخد سكشن بتلاقي دوائر كتير زي ما انت شايف كده. يعني لو حد بص ناحيه الشمال هتلاقي في دوائر كتيره جدا في الديرمس صح، ولما تيجي تقرب شويه هتلاقي الدوائر بانت اهو. الدايره دي منهم ممكن تكون بتاعه الكويل اللي بيعمل سكريشن، ممكن تكون بتاعه ايه اللي تحت، هما الاثنين مع بعض. انا لما اخد فوق خالص سكشن فوق خالص هيبقى خلاص دكت وخلصنا، لكن تحت في الكويل وفي ايه الكلام ده للشطار بس. هل اعرف افرق تحت الميكروسكوب؟ قول له اعرف افرق طبعا. لو حد بص يا جماعه الكويل بيبقى خلاياه فاتحه شايفين وكبير اليومن بتاعه، اما الدكت بتبقى الخلايا غامقه ونسبيا ايه ناره شويه. ها مين شاف على فكره باينه جدا الكويلز دي كلها، في كويل الخلايا بتاعته فاتحه شويه شايفين اللي هي تحت معظمها، وفي فوق اتنين كده جنب بعض تحس ان الخلايا بتاعتهم مزرقه وغامقه شويه صح ولا مش صح؟ اللي مكتوب عليهم دكت يا جماعه، كلمه دكت دي مكتوبه على واحده كده، تبص على الخلايا بتاعتها تلاقيها زرقاء غامقه يعني، وتحت تلاقي الكويل كلها فاتحه شويه. فدي كلمه السر. بنفرقهم ازاي يا جماعه؟ بيقول لك ان بيبقى السكريتوري كويل خلاياه افتح بيل وايه واكبر حجم ايه الكويل. خلاص ولا مش خلاص؟ طيب نفس عدد الخلايا جوه في السر، نفس عدد الخلايا في الكويل مع الدكت؟ لا
لا مش للدرجه دي يعني، بس مش دي القضيه. انا اصلا هستفاد ايه؟ هما الاثنين بيبقوا تو روز وحاجات زي كده. بس انا اللي يهمني ان السكريتوري عشان هو شغال واكتف دايما، عشان الخليه تبقى اكتف يا جماعه لازم تبقى بيل فاتحه، على عكس الدارك ستيند سيلز دي بتبقى في الغالب ان اكتف، لان الضغط الشغل بتاعها قليل، بتوصل تعمل موديفيكيشن بس. لكن مين اللي بيعمل الشغل كله الانتاج؟ ها الكوي. مفهوم؟ اللي مش عارف يعرف المعلومه دي ما يعرفهاش، بس هي واضحه جدا. الحاجات الفاتحه دي تبقى مين؟ الكوي. والحاجات الغامقه دي تبقى مين؟ الضغط. لما نيجي للديفلوبمنت في الامبريولوجي يقول له سهله جدا، مين فاكر ما هي بتبقى برضه منين؟ من الابيديرمس يا جماعه. اول محاضره قلنا الكوي بتبقى برضه، وبعدين يطلع منها برضه تبقى سبيشال، وبعدين يطلع منها هي كلها عباره عن بادي مش عارف. البادي من الابيديرمس على طول يقول لك اول حاجه تظهر فيها البالم والسول. كلام لوجيك جدا، لان اصلا البالم والسول دول ايه؟ دول اكتر مكانين في الدنيا فيهم سويت جلاند اكرايم. في طبعا الاميونو هيستوكيمستري، في ماركر بقى للسويت جلاند ان احنا نحفظها صم، نوع معين كده من السيتوكيراتين، وحاجه اسمها كارسينو امبريونيك انتيجين، وحاجه اسمها ابيثيليال ميمبرين انتيجين. دي الماركر بتاعت مين؟ ها السويت جلاند. وده ما قلت لكم زمان، انا هلجا للكلام ده امتى؟ فقط في اورام السويت جلاند، لما بقى انا بقى تايه مش عارف دي تبع ايه، وهل هي بناين ولا مالجننت ولا كده، اطلب الماركر بتاعه. ايه الماركر؟ سيتوكيراتين، عشان هي كيراتينوسايت اصلا موديفايد صح، وحاجات بتاعه ابيثيليال ستراكشر زي ايه؟ الايما والسي اي اي. خلاص. طيب ايه وظائف العرق؟ انا هنا بتكلم على انهي عرق؟ الاكراين. ايه وظائفه؟ بص في كلام كتير جدا، بس انا عندي وظيفتين رئيسيتين، واهم واحده السيرمو ريجوليشن اسمها. انت جماعه في الصيف في الحر تبدا تعرق، الغرض من العرق ايه؟ ان الميه دي تتبخر فتاخد جزء من حراره جسمك، فيحصل ايه؟ تمبريتشر. عشان كده كنا خدنا في الجينو العيال اللي ما بتعرقش اللي عندهم مرض اسمه اكتوديرمال ديسبليزيا بيجي لهم هايبر سيرم. يبقى العرق وظيفته الاساسيه ها سيرمو ريجوليشن، وبالتالي يقول لك الاستيمولس الرئيسي للعرق هو الحراره. انت تتحط في الشمس بحراره نفسك بتعرق. تاني حاجه يقول لك ايه؟ له دور في الاكسكريشن بقى صح يا جماعه. العرق ده بيطلع فيه كل الحاجات اللي انت بتاكلها، الحاجات اللي بتشربها، والحاجات اللي ميتابوليك والدراجز، كله بيطلع في العرق. مفهوم الكلام ده؟ له اهميه. له اهميه في الكلينيكال. احنا عندنا مجموعه امراض هناخدها، تغير في لون العرق او تغير في ريحه العرق، هناخدهم دول. حاجه اسمها كروم هيدروزيس وحاجه اسمها بروم هيدروزيس. بص دي مش محتاجه زكاوه، طالما لونه اتغير او ريحته اتغيرت يبقى دي الحاجه اللي انت ايه كلتها او خدتها او دواء او حاجه شربتها، واللي بالتالي ها حصل لها اكسكريشن في مين؟ الناس تفهم معايا، وناس تقاوم الدهون اللي كلتها والحاجات دي، تحاول تقاوم كده. يركز معايا، انا عندي وظيفتين كبار، انها بتلطف الحراره، ودي وظيفه فيسيولوجيه، وانا لو حصل فيها خلل بيحصل عندي امراض وهايبر سيرم. وانا خدت امثله في الجلديه، خدت امثله ان مثلا لما يكون عندي اكتوديرمال ديسبليزيا او لما يكون عندي اكسيوز السيفير وقافل الجلد مفيش حاجه مفيش عرق بيخرج، فاهمين؟ يبقى انا ساعتها هيجي لي هايبر سيرم. الحاجه الثانيه ايه؟ بتكسكريت، وممكن تطلع حاجات يبقى ليها دور كمان في تنظيم الالكترولايت في جسمك. انت في ملح كتير بتاكله يطلع في العرق، مفيش ملح في ريجوليشن شويه. انا هستفاد بدي ايه؟ في امراض تغير في لون وخصائص والعرق كلها بسبب اللي انت اكلته كدواء، او مثلا مرض ميتابوليك يا جماعه، في حاجه بتتراكم تطلع منين؟ عن طريق العرق، فتعمل لك كاركترستيك اودر او كاركترستيك كلر، او انا ادور عليها في العرق. يبقى العرق ده ممكن يبقى ويندو ها لايه؟ الحاجات اللي كلتها، الحاجات اللي شربتها، الادويه اللي خدتها، الحاجات اللي زادت في جسمك. طبعا انا مش عايز اقلب عليك الاحزان، بس لو مثلا حد فاكر مرض فينايل كيتونوري بيغير لون العرق، لان الفينايل الانين والميتابولايت بتاعه بتطلع في العرق. طب وفي الاندرولوجي الناس اللي قدام بدون ذكر اسماء اللي امتحنوا ولا خلاص طالما امتحنت والله ما انا انا مقور الحته اللي في دماغي اللي فيها اندرولوجي دي ورميها خالص. في مرض مشهور جدا اسمه سيستيك فايبروزيس اللي هو الميكوفيزيدوزيس اللي هو بيبقى ايه؟ كلورايد. نشوف نسبه الصوديوم كلورايد او الكلورايد في العرق، فاهمين ولا مش فاهمين؟ لان الناس دي مشكلتها انها ايه؟ الصوديوم في السكريشنز بيبقى قليل قوي،
فبالتالي مش بياخد معاه ميه فالسكريشن تبقى ناشفه. يبقى انا ممكن بس اختبار بسيط للعرق الاقي الكلور اخباره ايه قليل مش عارف ايه اعرف على طول المرض. يبقى الله يرضى عليك هو مش حفظ وخلاص. العرق حاجتين كبار قوي ها تنظيم الحراره ودي اهم حاجه. تاني حاجه ويندو لاي حاجه بقى بتزيد في جسمك تطلع عن طريق العرق مفهوم. كفايه كده كفايه كده كفايه كده. قال لك لا ده احنا هناخد بلاوي تانية. بتوع الدكتوراه جالهم مرض في الكومنتري الدور اللي فات ده ما حدش لو في حاجه اسمه ايه اسمه نيتروفيليك كراين ادرينالايز الكلام ده. احيانا الدواء اللي بتاخده هيطلع عن طريق العرق صح. في بعض الادويه زي بتاعه الكيموثيرابي وهي بتطلع في العرق يبقى ليها تاثير سلبي تبوظ البلان. بص مش هتطلع عن طريق البلان بس هي نفسها سيتوكسيك ولا حاجه فممكن تدمر الجلان اللي هي طالعه منها فاهمين. وتروح عامله لك ايه مثلا مرض اسمه انا هاخده في اخر الكتاب هتلاقيه اسمه نيتروفيليك عشان في نيتروفيليك كراين ادرينالايز يعني اتجاهات السويت جلان والكلام ده. اذا الموضوع مش شوف الحته المهمه دي بيخرج حاجات ودي بقى بتفتح لك باب بقى في التشخيص وباب في الامراض وايه كمان حتى ممكن تعمل دامج الحاجه دي. انت بس انت ايه كلت شربت ميه نار ميه النار دي هتدور العلم وهي طالعه بتحرق ايه السويت جلان بالمره يعني هتعمل لك مرض في السويت جلان باختصار شديد يعني. طيب تعال ناخد معلومات ثانيه. المعلومه اللي جايه دي اسمها النيرف سبلاي. طبعا اللي مش عارف الكلام ده بصراحه يعني ايه عيب عليه يعني ليه لان احفادك دلوقتي في سنه اولى في الفسيولوجي في الاوتونوميك تلاقيهم عارفين الكلام ده. السويت جلاند بتتغذى تغذيه اوتونوميك طبعا يعني اوتونوميك انفولنتري مش انت اللي بتتحكم فيه بس الاوتونوميك بتاعها عجيب شويه لو حد فاكر يعني واللي مش فاكر دينا نفتكر هو سيمباثيتك بس كولونرجي. قول له ايه يعني انا مش متاثر يعني مش مندهش يعني ايه يعني الغريب في كده ايه يعني. طبعا انت لو كنت تفتكر زمان الكولونرجي اللي هو الاسيتايل بتاع الباراسيتس والسيمباثيتك يبقى اسمه ادرينرجي ده بقى غاز هو سيمباثيتك بس السيمباثيتك بتاعه بيطلع اسيتايل اللي مش عارف المعلومه دي هيتوه جدا يقول لك سيمباثيتك يقرا اسيتايل كولين. طبعا مش عارف حاجه في ما ينتهيش قول اللي عايز تقول اه سيمباثيتك مش عارف لكن لو انت بتفتح الكلمه لازم على كلام غريب عشان انا عليه غصب مع هو سيمباثيك فايبرز مش باراسيمباثيك بس كله خلاص ماشي. طب انا استفدت ايه؟ يقول له لا احنا عندنا البوتوكس ده في البوتوكس ده اللي مش عارف برضه يندهش معايا شغله ان يولد الاسيتايل كولين يعني يمنع اخراج الاسيتايل كولين من السينابس وما اعرفش ايه والكلام ده كله. طب طالما هو هيوقف الاسيتايل كولين يبقى يوقف العرق ودي احد طرقه ان انا ايه امتى ما فهمتوش ابوس ليه فكره ثلاث مرات وانا معلم خلاص السويت سكريشن اندر سيمباثيك ايه اوتونوميك كنترول بات ذا ميديتور او ذا اسمه ايه زمان خدته نيورو ترانسميتر از اسيتايل ايه اللي هو بتاع مين بتاع البارا سيمباثيك اصلا. عشان كده اي حاجه تشتغل على اسيتايل كولين يبقى هتوقف العرق. عشان كده انا كاتب لك هو لحقتك اهو البوتولينم توكسين اللي هو البوتوكس لانه اصلا بيمنع الريليز اوف اسيتايل كولين. الاسيتايل كولين له دور في المسل كونتراكشن عشان كده بيريلاكس المسل لما نحقنه وله دور هنا غريب جدا في السويت جلاند سيكريشن عشان كده يمنع العرق. مفهوم ولا مش مفهوم؟ طيب كلام جميل جدا جدا جدا. طبعا الكنترول السنترال هناخده بالتفصيل كمان شويه بيبدا من اول الهايبوثالاموس لا ده يبدا من اول السريبرال كورتكس هنتكلم عنه كمان شويه دلوقتي هنتكلم عنه. المهم الدرموسكوب لو بصيت على السويت جلاند هتلاقي دوائر صغيره مفتوحه كده. مين يبص على الصوره ناحيه اليمين لو متاح لك تبص بصه حلوه كده تلاقي ايه ها اوبننج صغيره كده دوائر دوائر دوائر. ليه بقى ايه دي الفتحات؟ لان هو السويت جلاند مالها الكراين اللي انا بتكلم عنها دي اللي هي اهم بكتير من ايه دي بتفتح دايركت على مين على سطح كده. الناس معايا ولا مش معايا؟ قناه السويس الجديده تمام. بص بقى لحد هنا كتر خيرك. في بس معلومه كمان ممكن بالمره نتكلم عن تكوين العرق بتاع الانسان ندرسه بالتفصيل. قول له بص احنا مش للدرجات دي يعني مش فاضيين للكلام ده. قول له معلش اقول لك بس كلمتين
العرق بتاع الإكرايل بيتكون أساسا من مية، يعني 99% منه إيه بلس صوديوم كلورايد أساسا بلس أي حاجة أنت كلتها أو شربتها، مفهوم ولا مش مفهوم؟ فهو 99% منه مية ووراء مين؟ ها وعلى فكرة بقى كمية الصوديوم كلورايد جسمك يتحكم فيها حسب أنت إيه، أنت بتاكل كتير ملح يطلع جزء منه في العرق، ما بتاكلش خالص فما نطلعهوش عشان نحافظ عليه، زي الكنترول العادي اللي كلكم عارفينه. عشان كده احد وظائف العرق انه بيعمل كنترول برضه للالكترولايت، بس هو اساسا ميه ها بلس ملح صوديوم كلورايد. ملح كتير ولا قليل ها انت ها اللي تتحكم في الموضوع ده. عشان كده انت في الصيف مثلا تبقى قاعد في الشمس كده، المشرف مقعدك في الشمس تقعد شويه بس كده ماشي، تقعد تلاقي نفسك بتعرق طبعا قاعد، بعد كده لما تروح تبص على القميص بعد ما ينشف تلاقي فيه لون ابيض كده جير كده، ده الملح على طول. لو انت بتاكل ملح كتير يطلع كله في العرق، ملح قليل يبقى قليل. بالاضافه زي ما قلنا اي حاجه اكلتها شربتها دواء خدته بتاع يطلع في العرق على طول، مفهوم؟ يبان على طول، اللي واكل شاورما يبان صح، واللي واكل بطاطا وكل حاجه على طول على طول، معروفه الحكايه دي. طيب بص بقى، اللي مش عارف الكلام اللي فات ده لابد يعرف الحاجه اللي جايه دي. في اختبار كده بنعرف فيه العرق. أنا لسه بتكلم على مين؟ الكراين. وإنه الكراين أهم كتير مليون مرة من إيه بقى؟ حاجة اسمها ستارش أي دي إيه؟ ده عليه سيمسو اللي مش عارفه يعرف. أنا كنت قلته قبل كده وإنه بقوله إيه؟ دلوقتي إحنا لما يجينا على نتاكد أصلا في الأنزلة، يعني مثلا البال أنت عارف المنطقة البال أهو، لكن هنا دي فلوس، فأنت عايز تعرف المناطق اللي بيطلع منها عرق كتير عشان هي دي إيه؟ مثلا هو الاختبار بيعتمد على ايه؟ على حاجه مشهوره جدا يا جماعه، اختبار خدته زمان في سنه اولى برده في الكليه، اسمه اختبار اليود للكشف عن الكربوهيدرات. نجيب صبغه يود اللي هي لونها بني دي، اللي مش عارفها يجيبها النهارده ويشوفها في الصيدلي كده، هايودين تينكشر دي بيبقى لونها بني فاتح كده، يبقى صبغه اليود لونها ايه؟ بني. ولو ما عندكش هتجيب البيتادين، لان البيتادين يود اصلا، عشان كده لونه بني زيها بالظبط. يبقى اللي مش عارف المعلومه دي بعد اذنك حط كل ده مكتوب، كل ده ايه مكتوب، بس انت حاول تحطه في دماغك. يبقى انا هجيب صبغه يود اسمها تينكشر ايه او ازازه البيتادين تنفع، لان البيتادين برده عباره عن ايه، ويمكن عشان كده لونها بني بالظبط زي اليود، هما الاثنين يود. اجي اعمل ايه بقى؟ اقول له قبل ما اعمل عايز افهم الفكره. لو انت في البيت جبت شويه نشا شويه دقيق حته توست حته عيش في اي حاجه وحطيت عليه، اعملها الاختبار ده النهارده وحطيت عليه صوت او البيتادين، هتلاقي البيتادين ده او اليود اللي هو لون بني يتحول للون البنفسجي او البيربل او الازرق. ده اختبار مشهور جدا بالكشف عليها عن الكربوهيدرات في الاول كده، بيتحول اليود من اللون هنا البني للازرق او البنفسجي. دي عملها في البيت، مش كلنا عندنا دي او عندنا نشا او حته عيش بيضة بس كده توصل كده ولا في بتاع نقطة يود عليه تلاقي اللون البني ده بقى ازرق على طول خلاص. فهم قالوا هنعمل ايه بقى؟ احنا هنجيب الشخص اللي احنا عايزين نشوف العرق بتاعه طالع منين بالظبط، نجيبه نعمل دراينس كويس جدا، يعني مفيش نقطه ايه عرق، وبعدين نقعده اوضه فيها تكييف وبتاع علشان ايه ما يعرقش. حلو كده. ونعمل الاتي، ندهن المنطقه كلها باليود سواء كان اليود او البيتادين، ونستنى لما ينشف. استنى ايه؟ ينشف خالص يبقى دراي، وبعدين نرش عليه رشه ايه بقى؟ رشه نشا، رشه دقيق اللي موجود عندك ماشي. المفروض البتادين اول ما يشوف الدقيق او النشا يحصل ايه؟ التفاعل. بس هنا التفاعل مش هيحصل ليه؟ عشان البتادين ناشف دراي، ما انا استنيت لما ايه؟ لما نشا صح. التفاعل عايز ميه عشان يحصل، فده ناشف وده ناشف. بعد ما نعمل جمال عملت ايه؟ عملت رق بتعملي صينيه ولا حاجه، عملت رق ايه ها؟ رق بتادين او يود لحد ما ايه نشف خالص، واستنى لما ينشف وبعدين ترش عليه ايه من على الوش كده، ترش عليه ايه ستارش او دقيق او اي حاجه، مش هيحصل حاجه لان مفيش ميه طالعه. فانا اعمل ايه بعد كده؟ اقول له بص احنا هنطفي بقى التكييف ها ونولع نار في الاوضه ونخلي الناس تقعد ايه تقفل عشان عايزك تعرق بقى. الحته اللي هيعرق فيها يعني ميه، ما العرق ده 99% ايه الحته دي تعمل الرياكشن بقى،
والحته اللي ما فيهاش عرق تفضل الدنيا ايه ما فيهاش رياكشن. مين يبص على الصوره الجميله دي؟ الصوره ناحيه الشمال احنا دهنا الدنيا كلها ايه بتدين. بعد كده بعد ما ينشف، ركز في الحته دي، بعد ما ايه ينشف نروح حاطين نرش ايه الحتت اللي بتاخد اللون، اللون اللي هو دارك بيربل او اسود ده او بني الدارك ده، يبقى دي اللي كان طالع فيها ايه. طبعا لو حد خد باله فيه في الاطراف فوق وتحت وكده حتت لسه ايه لونها بني، بس دي ما طلعش منها عرق خلاص. اروح انا بسرعه بالقلم كده اروح معلم المنطقه دي وهي دي اللي فيها ايه. بعد ما نعلم نغسل كل حاجه وننشف تمام وننظف ونبدا بقى نحقن او نعمل اللي قاعدين نعمله. الاختبار ده لازم تبقى عارف اسمه ستارش او دي اي او اي حاجه ايودين تيست. اتفهم ولا ما تفهمش؟ ودي ابسط طريقه في الدنيا نعرف بيها الكراين سويت طالع فين وطالع كتير ولا قليل وكده. طبعا طبعا في ناس يقول لك انا ممكن استخدمه كمان اعمل جريدنج للهايبر هيدروز، اصل هو لو لون بسيط ولا حاجه بسيطه يبقى اسمها ايه درجه اولى مثلا. ليه بقى؟ بص دراعه كله لون والهدوم لونت وانت لونت جنبه كمان العرق ايه ها كتير، فممكن اعمل جريدنج كمان. الجريدنج ده يهمني لما اخد المرض اللي اسمه هايبر ايه، لكن انا لو خلاص هشتغل وهعالج يبقى انا يهمني بس اعرف الاريا فين. حد فاهم حاجه؟ المراقب الوصول كده ما كنا ها. طيب دي كانت اول معلومه سيمس ده دعاء كوزي اللي بقدر الاسكاي الكولين اللي هو ايه ها اللي هو سيمسات. في بقى معلومه ثانيه دي بقى غريبه شويه بس دي فيها ده خطوره. واقول لك ايه حاجه، ده كلام في سيول بيقول لك ايه الاستيميولاي بتاع السويدين، ايه التريجر اللي بتخليك تعرق؟ ده في سيول قول له انت لسه قايل يا دكتور الحراره، قول له دي ابسط حاجه في الدنيا اللي اسمها ثيرمال سويت، يعني ثيرمال تحطك في الفرن تبدا تعرق. قال لك لا ده في حاجات ثانيه وانا هناخدهم من فوق لتحت. كل وظائف جسمك هي خطر للكنترول، جسمك يعمل عليها كنترول بس ممكن يزودها ممكن ايه؟ يعني الهارت ريت مثلا مش ممكن يزيد مع الاستريس والخوف ومع الاكل، ممكن يزيد مثلا انت نايم او كده. فهو يقول لك ايه بقى الكنترول بتاع العرق بتاع ناخده من فوق لتحت. انا هبدا بحاجه اسمها سيريبرال كورتيك صح، وبعدين بلاقي حاجه اسمها هايبو ايه، وبعدين في مضله فاكرين مضله اوبلونجاتا ها بتاع كده بتاع نازله كده ماشي، وبعدين في سباينال كورد سنتر، وبعدين في بريفرال نيرف، وبعدين من بره بقى في حراره. بص اللي انت حافظه ده اللي هو السيرمو ريجولاتوري ده، دي ابسط حاجه في الدنيا يا جماعه. انت لما تسخن او درجه حراره جسمك تعلى لاي سبب تبدا تعلى ماشي. مين اللي مسؤول عن تنظيم الحراره؟ خدته زمان في جسمك اللي هو الهايبوثالاموس. الهايبو ايه صح؟ يبقى انا دلوقتي ممكن اقول لك انا عندي حاجه اسمها ثيرمال سويتنج. يعني ايه ثيرمال سويتنج؟ انك بتعرق مع الحراره العاليه، حراره جسمك او حراره الجو او كده. بس مين اللي بينظم الحكايه دي على مستوى الثالاموس؟ قال لك ده في نوع اسمه ايموشنال ستريس او ايموشنال سويتنج. انت مثلا دخلت اللجنه بسم الله الرحمن الرحيم، رحت ماسك الورق، اول سؤال مش عارف تقراه، ثاني سؤال مش واضح، ثالث سؤال عينك زغللت مش عارف حاجات زي كده. يبدا بقى تلاقي نفسك ايه ابتديت تعرق، اخد كلام ده كله ماشي. او الاكتر في الشفوي بقى، انت قاعد مستني في اوضه كده، اوضه كاتره بقى وحر وبتاع وحاطينكم فيها كده، وبعدين الدكاتره عماله تيجي وانت تسمع الاسماء بس، الدكتور الزربة جه وانت بقى الاسامي دي بالنسبه لك انت يعني مش اسماعيل ياسين ولا بتاع الاسامي بقى تسمع من هنا وتبدا ايه شر على العرق ده اسمه ايموشن اسمه ايه؟ وده بيحصل على مستوى السيريبرال ايه؟ زي بتاعت الوعي. ما انت لو مش عارف مين السيريس ده ولا بتاع ولا حاجه، مثلا اول مره تروح المستشفى ولا ده الدكتور الشرشبي جه مثلا انت مش عارف ايه الشرشبي ده؟ مش هتعرف ايه الشرشبي ده؟ مش عارف الشيخ ده مثلا سأقرك على كده مثلا 19 مرة ولا حاجة بتراجع على طول. يبقى في كام نوع من العرق حتى الآن؟ نوع اسمه ايموشنال جنبه بالأصفر كده، جنبه بالأصفر اللي ده مستوى السيريبرال كورتكس ماشي بالأصفر. في نوع تاني اسمه سيرفر بتاع الحرارة وده جنبه بالأصفر ها الهايبر سوبرانيرال سبت. في نوع كله بعد كده صامم يا جماعة.
سيمباثيك ولا بارا سيمباثيك واللي هو كولينرجيك ولا ادرينرجيك كولينرجيك خلاص كده يلا بس بسرعه يلا احمد بسرعه رغيين رغي والله العظيم لقيته حاجه يعني هو بيستغل ان احنا موجود يعني ما
هو رجعي هو بقى رجعي وانت بقيت زربة وهو بقى حاجة غلب كده اي حاجة خلاص بصوا بقى احنا خلصنا ايه دلوقتي خلصنا الاكراين وبيني وبينك الاكراين دي كل حرف فيها مهمة شغلك المرضي كله اكتر على الاكراين المشاكل العرق كلها بتاعت الاكراين الايبوكراين هنقول عنها كلمتين الايبوكراين جلاند دي قلنا موجودة فين في بعض المناطق لسه قايلها لك الاكزيلا والبرينيوم والكلام ده كله هي بتفرق هي نفس الفكرة يعني في سيكريتوري كويل وفي دكت بس فرقت في ان الدكت هتفتح في مين في الهير فوليكل مبدئيا محدش عارف ايه وظيفتها محدش عارف ايه لان هي اصلا مش بتطلع سكريشن كتير قوي السكريشن بتاعه كميته قليله هل له وظيفه ولا مش وظيفه بص بقى بص يا شباب زمان او هو مش زمان يعني في الانيمال دي مسؤوله عن الاوردر هما بيقولوا ايه وظيفتها في الانسان مش معروف وربما تكون حاجه رودومنتري يعني ايه رودومنتري يعني كنت زمان قالت هو دي حاجه مثلا كان ليها وظيفه الوقت وظيفتها ايه ده كنا بنقول في الشعر من فتره كنا بنقول في الشعر ان الانيمالز الثانيه كل الكولت اللي بتطلع خير عشان هو ده اللبس بتاعه انت خلاص بقيت بتلبس من بقاله ومش عارف ايه فبقيت ايه الشعر ايه يعني مش خلاص نفس الكلام بس حاليا الحاجه الوحيده اللي ليها دخل في الموضوع قال لك بتكون مسؤوله عن القدره بتاعتك القدره مش القدره اللي هي يعني القدره الوحشه مثلا او القدره المرضيه قد يكون واحد منكم مثلا له ايه له القدره بتاع القدره مش القدره اللي هي مثلا تبقى عرقان بقى وحرقان لا انا قصدي في ناس تتكلم مين اللي يعرفها الصغيره ده بيعرفوها مثلا العيال الصغيره بس لسه بيشوف مثلا كويس او بيسمع كويس بس العيال اللي مامته ايه اللي شايفه ماشي يبقى ده ايه ده وانت ناس ممكن تقعد تقلي حمامات كده مثلا بعد 70 سنه تلاقي البلط مثلا لو مثلا بعد كده المرحوم مثلا ده والله ده عرفته عارف انت والله قعد 70 سنه في الماستر الله يرحمه لسه موجود فلقته في المكان على حسب يعني خلاص فهي مش معروف وظيفه ربما تكون الحاجه الوحيده بس هي مسؤوله عن الكاركترستيكين الاودر بتاعها ماشي خلاص ودي دورها اقل في الانسان يعني طبعا هي زيها زي الثانيه بس في الهيستولوجي يقول لك ايه بتبقى اليومن بتاعها اوسع من اليومن بتاع مين بتاع الاكراين يعني لو حد بص على الرسمه مين يبص على الرسمه مين يبص على الرسمه شوف الرسمه اللي هي 31/6 دي ناحيه الشمال واضح جدا ان السكريتوري كويل واسع قوي واسع صح فهناك الثانيه كانت هناك كان في غامق وفاتح ملناش دعوه بس كلهم نارو اليوم دي بقى ايه الدنيا واسعه قوي فانت هتبص بصه في الشريحه اللي واسع قوي يبقى ده الايبوكراين والثاني يبقى ايه تيجي الخطوه الثانيه من الدكت ومن الايه الكويل طيب الديفلوبمنت بتاعه الهرمونات بيبقى ازاي هو بض من الفوليكل لو حد فاكر كان زمان الابيديرمس يعمل فوليكل وبعدين تبض يمين تعمل سيليشياس تبض الناحية تعمل ايه؟ إيبوكراين لأنها مرتبطة بمين؟ بالفوليكل طيب كلام جميل جدا الماركر بتاعه الاميونو هيستوكيمستري يعني سي دي 15 النيرف سبلاي هي أدرينرجيك هي ايه؟ يعني ايه أدرينرجيك؟ ها؟ يعني سيمباساتيك وليه حاجات تانية ممكن تحت تأثير الأندروجين لأن ليها دور في الموضوع بس دوره رودومنتري هذا ما قلنا في بس كلمه كنت انا نسيت اقولها لكم زمان هم ليه سموها ايبوكراين قلناها 100 مره قبل كده اصل انا عندي ثلاث انماط من السكريشن ثلاث انماط من ايه موجودين عندك في الرسمه اللي قصادك دي بص يا جماعه في غدد السكريشن بيطلع منها بدون ما يعمل اي ده مش خالص ده اسمه ايكراين اللي هي الايكراين سويت جلاند او اسمه ميروكراين او اسمه ايه
يعني بص كده ما خلص بقى يا حماد. قول ده ابوك برضه. قول طب يا حاج انا وراك كرسي بس وبتاع. ها ايه وانت ابوك بيكتب على الواتساب وكده برضه عليا بيضحك عليا الراجل فظيع. انت حاسس ان كده بتضحك عليا بس ده الحاج دي الحاجه معرفش ايه جدتي جدتك ازاي يعني. بص بقى يا كريم بص كل بص يعني دلوقتي لو في الخليه اللي هتفرق في حاجات السكريشن بيطلع بدون ما يعمل اي دامج خالص ده بيسموه ميروكراين باتر وده بيحصل في السويت جلاند الاكراين العاديه يعني السويت جلاند العاديه دي بيحصلها كتير قوي في جسمك مش مستحمله يحصل فيها اي دامج. في نوع لسه جديد اسمه ايبوكراين. كلمه ايبوكراين ايبكس يعني ايه ايبوكراين يعني الجزء اللي فوق ده بيتفتح ويطلع منه مين ها السكريشن وبعد كده يلتئم تاني. البتاع دي اهم كلمه تفتكرها ايه اسمها دي كابيتيشن. الثلاث رسومات دول موجودين عندك شفت شايفينهم هم بس حجمها صغير شويه بس اللي فوق السكريشن بيطلع عادي خالص اللي في النص في جزء الابر بارت شايفين التاكل كده ده الايبوكراين التاني بقى الخليه كلها ايه فرقعه مفهوم ولا مش مفهوم انا مش عايز اكتر من كده بصراحه ولما اكتب الناحيه الثانيه يقول لك مثلا كلمتين كده عن الايبوكراين سويت هو مين فاكر الايبوكراين سويت قلنا عنه ايه هو ميه وملح وبعد كده اي حاجه كلتها او ممكن تطلع في السكريشن خلاص طيب في بقى مفاجاه غريبه جدا بيقول لك الايبوكراين سويت ده انا تعرف عنه كلمه واحده بس بصراحه الايبوكراين والايبوكراين هما الاثنين ما لهمش اوضه هما الاثنين اوضه ليه هما ليه بقى الاوضه دي زين ده البكتيريا اللي بتبقى موجوده بتشتغل عليه تحوله لكل اوضه يعني العالم لو طلع في الاول اللي مثلا ايه تروح في الحمام واسم ايه التاني وتخرج كده مثلا لما انت بتعمل كده شويه تعالى ده ملوش ريحه لسه تقعد انت بقى شويه البكتيريا ايه شغل البكتيريا على السويت ايه اللي مفهوم او انت لو واكل حاجه او شارب حاجه او واخد دواء او يعني في معلومه مهمه عندنا مهمه السويت انيشيالي اوضر بس الا لو انت واكل ايه بتسمع من جوه طب لو مش واخدين حاجه ولا اي حاجه كل حاجه تمام من بره بقى البكتيريا كلها عشان كده اهم حاجه في الاوضه ان انت تعمل هايجين كويس هيروح تروح الاوضه لوحدها طيب قبل بس ما نخش على الامراض اشهر مقارنه بقى في الدنيا اللي هي الجدول اللي عندك ده واللي عليه ايه سنسر ده بيقارن بين مين ومين ها؟ طبعا ده كلام فارغ جدا وسهل جدا بس هو عارف ايه الغرض منه غرض منه حاجه واحده بس ان يجمع لك كل المعلومات اللي انت خدتها دي في جدول عشان الحاجات المهمه يعني الكلام الكتير ده هنقول لسه والله لسه انا بصي لو انت خدت بالك لسه ما شرحناش حاجه هناخد كل حاجه لسه اولا خليك معايا بسرعه مين الاكتر الاكراين من 1.5 مليون موجوده فين قال لك دي في كل الجسم واكتر حته البلم والسول ما عدا بعض المناطق القليله دي العكس بقى موجوده في مناطق معينه موجوده في الاكزيلا وفي الجرويد انجيوتال اريا زي ما قلنا في الباثولوجي السكريتوري كويل هنا اليومن بتاعه نارو اما الايبوكراين اليومن بيبقى واسع خلاص الدكت هنا لونج وهنا شورت ليه بس دي بتاخد مسافه كبيره دي مسافه قصيره شوف الانرفيشن هنا سمباثيتك كولينرجيك الثانيه فيها كذا حاجه على فكره لو قريت فتلاقي ادرينرجيك وكولينرجيك واندروجين حاجات كتيره جدا بس مين اللي واضح جدا سمباثيتك ها حتى مكتوب تحت النيورو ترانسميتر سمباثيتك اسيتايل ايه كولين
فده اللي قاعد عليكم تنسوه مش خالص عشان الشغل بتاع ايه بتاع البوتوكس. الديفلوبمنت قال لك دي ما لهاش علاقه بالفوليكل، الكرايم بتطلع لوحدها، اما دي تطلع بايه. الوظيفه الرئيسيه، انا بقول الوظيفه الرئيسيه هنا التمبريتشر ريجوليشن وممكن الاكسكريشن والحاجات دي كلها، لكن هنا مش معروف الوظيفه بالظبط. المود اوف سكريشن دي اهم حاجه، ده اسمه ميروكراين. يعني ميروكراين مش اي دامج، اما ده ايبوكراين يعني الابر بارت هو اللي بيحصل فيه ايه الدامج. حد فاهم حاجه؟ مالك خلاص كده الحمد لله لحظه البيزك خلصت خلاص. طبعا هو موضوع بسيط جدا بس بصراحه في شويه تكات صغيره هتساعدك في الامراض بعد كده ماشي. يعني مثلا انا يهمني جدا الباس واي بتاع العرق ده بيبقى ازاي، الكورتكس ليها دور، السلامس له دور، وبعد كده السيمباثيك نيرف والسيمباثيك سنتر ليها دور، والاسيتيل كولين له دور. لو كل دول موجودين الدنيا تمام. اي واحد من دول زاد او حصل فيه مرض او مشكله يبقى عندي هايبر هيدروز او العكس ان هيدروز على حسب. فاهمين ولا مش فاهمين؟ طيب بص بقى، انا بقى عايز ارتب دماغي ايه الامراض اللي هدرسها في الشابتر ده. الجدول ده مهم جدا ماشي، ودي الحاجات اللي هي ايه بنرتب بيها دماغنا. اولا الامراض دي هنقسمها يا بتاعت الاكراين يا بتاعت ايه، مش هما اتنين يا مصطفى ولا ايه؟ طيب في حاجه ملاحظه لما اقول اي حاجه خالص يسكت بقى. في ملاحظه رهيبه جدا، في ملاحظه رهيبه جدا جدا. مين ملاحظ حاجه غير ان هي حاجات مشتركه؟ اولا امراض الايبوكراين مرضين ثلاثه بس الحمد لله. يا جماعه الايبوكراين دورها في الفسيولوجي قليل ومش معروف، وحتى الامراض بتاعتها قليله. فيها مرضين ثلاثه، لو اللون اتغير اسمه كروم هيدروزيس، ولو الريحه اتغيرت اسمها بروم هيدروزيس، وده مشترك في الاثنين على فكره. يعني ممكن واحد يجي يقول لك انا ريحه العرق بتاعتي رهيبه يا دكتور فظيعه يا دكتور، او بص العرق ملون مثلا، ده له اسباب. وفي حاجه بس اسمها فوكس فور دايس ديزيز، بس ادي الايبوكراين والدنيا كلها فينها، بس كله يصحصح معايا. لما اجي ارتب دماغي بقى كباثوجينيسيس الامراض كالاتي، قال لك ممكن العرق يزيد، لو العرق زاد اسمه ها، وخد بالك الهايبر هيدروزيس لا يوجد الا في الاكراين سويت، مفيش هايبر هيدروزيس في مين؟ في الايبوكراين. طب لو العرق قل او اختفى اسمه هايبو او ان؟ قلت طب ما كويس خليك ما تعرقش ولا بتاع، قول له لا، اما لو ما عرقتش هيجي لي فيبر، هيجي لي هايبر سيرمي، الله يرضى عليك. بس انت عارف انت زكاوتك انت، تقول له يا سلام ده كويس جدا، انت يا ريتني كنت انا مش عارف ايه حاجات دي. لا طبعا كده ده هايبر سيرمي على طول، يبقى هايبو هيدروزيس، او لو الدنيا باظت خالص اسمها ان. الثلاثه دول هايبر هايبو ان فقط في في الاكراين. طيب في بقى مرض فظيع كده اسمه سويت ريتينشن. يعني ايه سويت ريتينشن؟ حاجه بتقفل الطريق فالعرق بيطلع بس يتحبس. ده مرض مشهور جدا لو كان في الاكراين اسمه البلياريا او السويت راش، ده يفهم النهارده اللي هو حمو النيل ده. السويت راش او البلياريا ده ما هو الا ايه؟ ريتينشن للسويت بتاع الاكراين. كان عندي روم فايروس ما علينا. لو كان بقى الريتينشن ده في الايبوكراين ده بيعمل مرض اسمه فوكس ايه، يبقى الفوكس بروفيس اللي هو يكاد يكون مرض ولا سين كده في الايبوكراين بيبقى ريتينشن بقى. طيب ايه تاني؟ قال لك والله سرنجوما ده ورم دي امراض بس ان شاء الله كده خلاص ده تقعد تعالى في الورشه، ده تقعد في الورشه خلاص كده من بكره تقعد في الورشه زي اخوان ولا انا عندي مفيش على تقعد في الورشه بقى تقعد لا ده كده خلاص خلاص دي اللحظه اللي انت حاسبها كده ده اللي انا همشي ما تقعديش لكن معايا دمياط. بص بعد كده في احتمالين كمان، يا اللون يتغير يا ريحه تتغير. لما اللون يتغير اسمه كروم هيدروز وده في البيت، ولما اللون يتغير اسمه كروم هيدروز ده ايه؟ ابص ليه اذا حدثت هذه الظاهره انت فاهم الفكره، في حاجه اللي جايه من بره اكل او شرب او دواء او في حاجه من جوه ميتابوليك طلع مين؟ السويت غيرت لونه وغيرت ايه؟ ريحته. طب ايه تاني بقى؟ قال لك في حاجه اسمها ايه؟
اورجن ديكومبوزيشن يعني تغير تركيبه. ماشي العرق في حاجه زادت حاجه قلت انا خدت تقريبا في حاجه اسمها دراج ريليت يا جماعه لسه ما درسناش حاجه اسمها نيتروفيلين ها راين تاخد ادويه معينه تطلع في العرق تبهدلك السيروجيلات الكبار وده كله في مين طبعا كالعاده طول عمرنا بعد ما نقاسه لك في اصغر في شويه مسلم كل نص السلندر دي وزعها على ايه على وشك مثلا ايه بقى شويه ابراج كده ماشي ما تقلبش الصفحه الصفحات المهمة دي لازم تقف قدامها شوية كده عايزك يا دمياط ترتب المحل بقى ترتب الأوض هنا لوحدها وكل حاجة لوحدها ترتب دماغك كده لو العرق زاد هنا اسمه كذا لو اتغير اسمه كذا لو ريحته لو لونه ماشي وانت بتنامي برضو كده بقى رتب الدنيا برضو خلاص عرفت الخريطة دي هنبدأ بإيه في الأول مين شاطر بقى في الخريطة